بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل على بركة الله أنواع المركبات. ما زلنا بنشرح أنواع المركبات الكيميائية، وكنا عملنا مقطع خاص بالأحماض وعملنا مقطع خاص بالقلويات لأن هم يعني كبار شوية. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في الأكاسيد. الأكاسيد هي أيضا مركبات كيميائية، ولكن كلمة أكسيد جاية من أكسجين، خلاص، لكن بتبقى اسمها أكسيد آخرها ياء ودال إذا اتحد الأكسجين أو ارتبط الأكسجين مع ذرة فلز أو ذرة لا فلز. الأكاسيد هي عبارة عن مركبات تنتج من ارتباط أو اتحاد الأكسجين مع عنصر فلزي أو عنصر لا فلزي. وبطبيعة الحال طالما أنا عندي اتحاد أو ارتباط كيميائي بين الأكسجين وبين عنصر فلزي وبين الأكسجين وبين عنصر لا فلزي، إذا هلاقي عندي حاجة اسمها أنواع الأكاسيد. الأكاسيد الناتجة من ارتباط الأكسجين مع الفلزات اسمها أكاسيد فلزية، والأكاسيد الناتجة من ارتباط الأكسجين مع اللا فلزات اسمها أكاسيد لا فلزية. ما هي الأمثلة على الأكاسيد الفلزية وما هي الأمثلة على الأكاسيد اللا فلزية؟ يا سيدي قول لي أي فلز يخطر على بالك. صوديوم مثلا Na، بوتاسيوم مثلا K، ألومنيوم Al. قلنا ارتباط الفلز مع الأكسجين أدي الأو، لكن أنت حضرتك درست كيفية كتابة الصيغة الكيميائية، هذه الكتابة ينقصها معرفة التكافؤات. تكافؤ الصوديوم أحادي، لذلك ما كتبناش حاجة بعد الأكسجين، لكن تكافؤ الأكسجين ثنائي، إذا لازم أكتب 2 بعد الصوديوم. كذلك الحال تكافؤ البوتاسيوم أحادي، فما أكتبش حاجة بعد الأكسجين، بينما تكافؤ الأكسجين ثنائي، فلازم أكتب 2 بعد البوتاسيوم. تكافؤ الألومنيوم ثلاثي، فلازم أكتب 3 بعد الأكسجين. تكافؤ الأكسجين ثنائي، فلازم أكتب 2 بعد الألومنيوم. وبطبيعة الحال ده اسمهم أو صيغتهم الكيميائية. طيب اسمهم بقى إيه؟ الاسم الكيميائي إيه؟ ده اسمه أكسيد الصوديوم، وده اسمه أكسيد البوتاسيوم، وده اسمه أكسيد الألومنيوم. وعايزك كمان تعمل لي أكسيد المغنيسيوم. عارف ليه؟ هقول لك أنا، لأن ده النوع التالت بقى. يعني إيه النوع التالت؟ الإم جي تكافؤها ثنائي، المفروض أكتب هنا كام؟ 2. الأكسجين تكافؤه ثنائي، المفروض أكتب هنا 2. لكن إذا تشابهت التكافؤات لا تكتب، أي نعم تحذف. لذلك النهائي بتاعه إيه؟ النهائي بتاعه إم جي أو، ما بكتبش أي أرقام تانية. طيب دي بالنسبة للأكاسيد الفلزية وغيرها كتير بقى. أي فلز في دماغك شوف التكافؤ بتاعه واعمل له ارتباط مع الأكسجين واكتبه، أي فلز يخطر على بالك. أما الأكاسيد اللا فلزية فطبعا هي الأكسجين مرتبطة معه. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا لو قلت لك الكربون أدي الكربون سي، لو قلت لك الكبريت أدي الكبريت اس، لو قلت لك الفوسفور أدي الفوسفور بي، لو قلت لك النيتروجين أدي النيتروجين ان. ينقصنا ما ينفعش اكتب سي او واسكت، ما ينفعش اكتب اس او واسكت، ما ينفعش بي او واسكت، ولا ان او واسكت. لازم كمان اشوف التكافؤات، وانا عارف ان تكافؤ الكربون رباعي وتكافؤ الاكسجين ثنائي، وطبقا لمبدأ اختصار التكافؤات بنطير الاتنين بتاعت الاكسجين مع الاربعة بتاعت الكربون، يتفضل لي 2 كربون، 4 الاتنين فيها الاتنين. وطبقا لمبدأ تحقيق التكافؤ، واذا كانت التكافؤات متشابهة بطيرها، او اذا كانت تقبل القسمة بقسمها. فتكافؤ الكربون رباعي وتكافؤ الاكسجين ثنائي، لما اختصر 4 مع الاتنين يتبقى لي 2 مع الكربون، ابدل التكافؤات واحط التكافؤ الثنائي بتاع الكربون مع الاكسجين. كذلك الحال الاس او، لو انت بتتعامل مع الكبريت، الكبريت ليه 3 تكافؤات، تكافؤ ثنائي، تكافؤ رباعي، تكافؤ سداسي، انت عايز مين فيهم؟ وليكن مثلا التكافؤ الرباعي، زي ما عملت مع الكربون هعمل مع الكبريت برضو اس او 2، يبقى اس، لو انت عايز تشتغل مع الستة يبقى هتطير 2 مع الستة فيها الثلاثة، يبقى اس او 3. طيب البي، طبعا الفوسفور والنيتروجين الاتنين تكافؤهم ثلاثي وخماسي، فعلى حسب انت عايز ايه، ثلاثي وخماسي، ثلاثي وخماسي، طب لو الاثنين دي يبقى اس او بس، خلاص. لو انا عايز اشتغل بالثلاثي يبقى بي 2 او 3، لو انا عايز اشتغل بالخماسي يبقى بي 2 او 5، اهو بي 2 او 5. بناء على ايه؟ بناء ان انا اخترت التكافؤ الخماسي واشتغلت بيه، انما لو كنت اخترت التكافؤ الثلاثي
يبقى B2O3. ما هو اخترت التكافؤ الثلاثي بتاع الفوسفور، هديه لمين؟ للأكسجين. اخترت التكافؤ الخماسي للفوسفور، هديه لمين؟ للأكسجين. والتكافؤ الثنائي بتاع الأكسجين يروح لمين؟ يروح للفوسفور في الحالتين. طيب تكافؤ الأكسجين ثنائي يروح لمين؟ للنيتروجين. تكافؤ النيتروجين على حسب ما أنت عايز، لو قال لك النيتروجين 3 يبقى تكتب هنا 3، قال لك النيتروجين 5 يبقى اكتب هنا 5، خلاص؟ لكن في المعتاد يعني أنت مش عليك غير أول اتنين بس. أنا هنا بدربك، بعلمك إزاي تكتب يعني. بكده نكون انتهينا من موضوع الأكاسيد. تاني أفكرك إن الأكاسيد عبارة عن مركبات تنتج من ارتباط أو اتحاد الأكسجين مع عنصر فلزي أو لا فلزي، ينتج عن هذا الارتباط نوعين من الأكاسيد، إما أكاسيد فلزية أو لا فلزية، واتدربنا إزاي نكتب الأكاسيد الفلزية وإزاي نكتب الأكاسيد اللا فلزية.